طيب سيدنا دعني أستوقف هنا ولو سمحت لي يعني خضر. وآسف للمقاطعة. بارك الله فيكم. حسين مني هذه مقبولة. نعم. منطقيا ابن بنته. نعم. طلع لي. نعم. واخد مني جينات. نعم أحسن. لكن أنا من حسين إزاي؟ أنا منه فما يغضبه يغضبني، ما يحبه أحبه، ما يكرهه أكرهه، ما يحدث له بعيني وبإحساسي، فهو موصول بي دائما كالشمس مع ذرتها التي أرسلتها إلى أبعد الحدود، هي موصولة بالشمس، لو انقطعت عنها الشمس انتهت الحرارة اللي فيها والحياة اللي فيها والإنبات اللي فيها وخلاص، لأنها انقطعت عن الأصل، فهو لا ينقطع عني، دائما هو موصول بي صوت وصورة صلوات الله وسلامه على سيدنا. هذا طبعا معنى من المعاني التي قالها أهل الفضل وأهل العلم، فهو موصول بي إحساسا. ولعله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بل ربما يكون كذلك يعني يحذر ما يحدث مع سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك تجاوز الناس كل هذا ونسوا حتى يعني الأمور أصبحت بشعة يعني. فسيدنا الحسين النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه إذا رأيته رأيت فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا لما بنقول كده مش معناه أنه يتجسد فيه والكلام بتاع، لا أنت ترى أخلاقه، ترى كلماته، ترى منهجه، ترى التشابه. ما إن يرى أحدا فقيرا إلا ويعطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بحب المساكين، صح؟ صح. اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ما إن يرى مسكين إلا ويجلس معه. مرة ذات مرة على مساكين فجلس معهم وقال الغداء، قالوا نعم تفضل، فجلس يأكل من أكلهم ويقول إن الله لا يحب المتكبرين. الله، من يفعل هذا؟ عفوا يعني الكثير منا يتأفف. نعم، يظن أن ذلك شيء من الترفع وهكذا، أقول لك عشان أقدر أتعامل معهم، علشان أقدر أشوفهم، وده ابن سيدنا النبي يجلس بينهم ويأكل طعامهم بدون تأفف، بإقبال وبشهية. فإذا انتهوا يقول لهم ها أنا ذا قد أجبت دعوتكم، فهل أجبتم دعوتي؟ دعوتي أدعوكم عندي. فيأخذهم جميعا ويطعمهم ويكسوهم ويعطيهم من كل ما أفاض الله عليه وما كلفه الله ذلك. نعم. ثم يختم هذا بقوله إن الله لا يحب المتكبرين. طب الدعوة دي للجماعة اللي عندهم مليارديرات يعني. أنا وأنت ملايين صح ولا؟ الحمد لله. طيب يعني عشان الضرائب برضو بتاعت المليارات دول لو عملونا كده يعني كان هيبقى فيه مشكلة في مصر. هيبقى في حب هيبقى في حب وإحنا محتاجين الحب بيننا. يعني الجماعة بتاعت المليارات دول هم سايبين مصر كده ليه؟ أنا عايز أسأل السؤال ده يعني. السؤال ده الله أعلم حد يجيبه. إجابة عليه في الحلقة القادمة سيدنا الدكتور، قد نجد له إجابة. أسف للمقاطعة، لكن إلى هنا فعليا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، لكن الحديث بمشيئة الله تعالى ممتد في رحاب هذه الشخصية الفريدة سيدنا ومولانا الإمام الحسين، بصحبة سيدنا ومولانا المحب فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أمين من السادة الأكابر علماء الأزهر الشريف وأحد أبرز شيوخ السادة المالكية بمصر.